حملت الشهادات العليا المعطلين قصرا عن العمل في العراق من الموصل إلى البصرة. إحنا ثلاثة أنواع: محاضرين في الجامعات العراقية بشكل مجاني أو بأجور زهيدة، وعاطلين عن العمل وعاملين في الكليات الأهلية تحت رحمة ووطأة المستثمر. ثلاثة طلعنا اليوم نطالب السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نطالب ولا نناشد. إحنا أصحاب حق، لأن لولا فساد الحكومة لكان كل عراقي الآن عايش في رخاء وعنده بيت وسيارة ومتمتع بخيرات هالبلد. إحنا ببلد خير، نطالب بإنصاف هاي الشريحة المظلومة. حملت الشهادات العليا الكفاءات من 2003 لحد الآن، ما صارت تعيينات بالعراق بوجه حق، عبارة عن عدة درجات من كم وزارة تملأ من قبل أقرباء المسؤولين، كلها نعرفها وحتى هم يعرفوها. ما صار الإنسان مستقل فد يوم تعين إلا يفد 5%. حتى الكليات الأهلية قبل، حتى لا يؤول كلام، نتمنى لكل عراقي يستلم راتب ويعيش عيشة سعيدة ويتمتع بخيرات هالبلد. حتى الكليات الأهلية من عينهم عينوا الأهلي وعافوا الحكومة اللي نفس التخصص، معناها دعم للكليات الأهلية سياسية، كل التعيينات سياسية وحزبية. نطالب بإنصاف هذه الشريحة المظلومة، نطالب بالإنصاف، نطالب بالإنصاف. يا عادل عبد المهدي، هاي رسالة، أنت مطالب أمام الله وستقف وقفة طويلة أمام الله، أنصف هؤلاء المظلومين. مختار الثقف يقول: وما أشد من الظلم جورة، لا تظلمونه، لا تظلمونه، لأن وقفتكم طويلة أمام الله، والله والله ما تروح هذا التعب وهاي المظلومية، ما تروح، حيل حيل الله راح يباوع لكم وحيل راح تطول وقفتكم أمام الله. هذا الأسبوع الثاني للتظاهرات، وإحنا معتصمين بساحة التحرير ومبيت، موجودين الولد واللي ما يقدر يبات قاعد يجينا من محافظات يوميا بين يوم ويوم، يعني نظام البديل. هذا أولا. ثانيا، إحنا مطلبنا الأول والأخير تعيين حملة شهادة عليا كافة. تقدر هسه تجي تقول لي أنا ما عندي فلوس، ما عندي ميزانية، ما عندي موازنة، كل هاي الأمور ممكن تقدر. شلون؟ عن طريق شو اسمه، عن طريق كل دولة بيها يسموها ميزانية طوارئ. هاي ميزانية طوارئ ممكن تعيننا إحنا، الحمد لله وشكر، البلد حاليا لا حروب ولا شيء وكل الأمور تمام، فعيننا بميزانية طوارئ وعلى السنة الجاية ضيفنا من ضمن الموازنة. هاي بالنسبة إحنا أخواتنا، يعني طبعا الشمس حارة، درجة حرارة 47 وبالشمس، يعني هسه حتى لو نتمرض هم تعال تجيب فلوس ودي فلوس. أخواني أعزائي سياسيين حكومتنا العزيزة، اللي نرجو من عندكم تعيين كافة حمل الشهادات العليا. إحنا هذا يعني مطلب جدا بسيط بالنسبة للخدمات، بالنسبة لكل شيء، يعني ما موجود، ما متوفر، حتى التعيينات ما متوفرة، ونقول الله أكبر عليكم. طبعا احنا حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل، طبعا نطالب بالتعيين للجميع، عددنا 5000 او اكثر بقليل، يعني ما يعبر 6000 عددنا. طبعا احنا نمتلك 15% من الموازنة العامة 2019، عندنا قانون 59 هذا ما مفعل. قانون 59 المفروض هسه احنا ما نوقف هنا نطالب، المفروض هسه احنا عندنا 9500 درجة وظيفية، هي هاي من حصتنا، يعني ما نطلب احنا، هذا حقنا بعد، يعني المفروض هسه احنا ما نتظاهر، لان احنا نحكي بالاحصائيات، الاحصائيات تقول 72 الف درجة وظيفية موجودة بموازنة العامة لسنة 2019، واحنا عددنا ما يعبر 6000، لذلك احنا نمتلك 9000 حصتنا موجودة عندهم، من المفترض هذه ينطونا اياها. فلذلك احنا اليوم متواجدين هنا من 10 ايام معتصمين، لم نستقبل اي احد، لم يأتي إلينا أحد في ساحة التحرير، موجودين في الحار بالليل، طبعا حيوانات قريبة علينا، وماكو واحد إجانا من رئاسة الوزراء. ماجستير
مطالبنا تنفيذ القوانين التي أبرمت. يعني عندنا قوانين 5% طبقوها بال 2014 ما تنفذت، عندنا قوانين 2018 بخصوص تعيين 15% من نسب الموظفين ما تطبقت، عندنا هواي درجات وظيفية شاغرة ما يعينون بها حملة الشهادات العليا، المحاضرين أسوأ أمرهم من المعطلين، المحاضرين قاموا يصرفوا من جيبهم. أنا درس صار لي 5 كليات، درست كلية علوم، درست كلية التربية سنتين، درست كلية الزراعة سنتين، لحد الآن من بداية السنة لحد الآن ما منطينا ولا فلس، يعني أصرف من جيبي على الدولة، أصرف من جيبي على الدولة، أنا داوم وأصرف من جيبي على الدولة. موجودة درجات وظيفية بالتربية ما يطبقوها، 2500 درجة وظيفية موجودة في مجلس محافظة ديالى، هي التربية والصحة والزراعة ومجلس محافظة، لو يطبقون من عدد 15% العاطلين من الشهادات العليا كل تتعين، ضمان 300 درجة تقريبا من الشهادات العليا ما يقارب 300 إلى 350 من حامل شهادات عليا في محافظة ديالى، لو يطبقون على هذا الدرجة 2500 درجة وظيفية 15% ما يظل أي عاطل. لكن المشكلة في تطبيق القوانين، حتى لو ما يطبقون التعيين المركزي نسبة 15% ما يطبق، 65,000 درجة وظيفية لو تجي تحسب من عندها 15% أصلا لازم يستوردون من حملة شهادات العليا يلا يتعينون، هواية 9,000، بينما إحنا كنا بالعراق كلها 5,000 درجة وظيفية. يقول لك ابحث عن عمل خاص، هو وين العمل الخاص؟ الدولة يعني تقريبا فلشت المعامل، آلاف المعامل وقفت، احنا كيف عمل خاص احسن من عمل الحكومه؟ عمل الحكومه راتب محدد يكفيك شهر كامل، بينما العمل الخاص فلوس اكثر. لكن وين العمل الخاص؟ قاموا يستوردون بضائع صينيه، انا كهربائي اشتغل ورا الدوام، قاموا يجيبون لنا اجهزه، اسوي اجهزه كهربائيه، يجيب الجهاز الصيني ارخص من ينافسني، يدخل الحدود، يعني هو قاعد يقتلني. زين تعال رعايه اجتماعيه ينطون سلف، وين السلف؟ السلف اللي ينطوها 8 ملايين بس الواسطات، وتتاخر سنه سنتين عمود العالم تشتغل، اشتري تاكسي اللي عنده بسطيه اللي عنده محل، ماكو هذا الشيء. احنا صرنا هذا عمرنا ثلاثينات واربعينات ما عنده لا متزوج لا عنده بيت، كل شيء ما عنده، بينما يعينون كليات الاهليه، احنا مو عم بتعينهم، كليات الاهليه كلها تابع للاحزاب، تروح بشهادات عليا ينطي 400-500 ألف ويذله، يداوم اسبوع كامل يداوم من الصبح لثلاثة ينطي 400 أو 500 وبالدين، شغله بالدين، وهو يقبض من كل طالب الصيدلة، الصيدلة 10 مليون، كل طالب 10 مليون. نجي على المسائي، يقول فصل كادر المسائي عن الصباحي، تدرون ايش قد ينطون بالمسائي؟ سنة كاملة درس بالمسائي 700 ألف سنة كاملة وبالدين، بينما الطالب يدفع 1,650,000، يعني أجرة طالب واحد ما ينطيني، أجرة طالب سنة كاملة ما ينطيني، ينطيك 700 ألف، يعني تقريبا من شهر تطلع 100 ألف، 100 ألف علينا نخليها، زين هو خلى هالقوانين وشرحها بأن ينطي المحاضر 5,000 بالساعة أو 3.5، ما يقول هذا شلون خليه كراوي؟ هواية أكو شغلات يعني سهلة ممكن تطبيقها، لكن الدولة ما أدري شنو البالها شنو، يعني تريد تهجرنا؟ والله العظيم هسه من الصبح احنا بغراضنا نطلع، بس ينطونا اي دوله تنطينا لجوء، انا حتى كرومه عدنا نروح بها اللجوء، خلي ينطونا لجوء اي دوله طيارات ويدونا باي دوله يردون، انا حاضرين، على الاقل هناك يحترمون الانسان. احنا شنو شاد؟ احنا ندرس طلاب مقابل 100 ألف بالدين، وشنو نحاسبه؟ والله اقرا عمود تتعين، عمود يصير براسه خير، باش عقبه يقول لي تروح تتعين انت حامل شهادات عليا عمرك بالثلاثينات، وعندنا شهاده ماجستير 40ات، اصلا بعد ما يحق له يتعين، ممنوع. شو وقت يطلع تقاعد؟ شو وقت يكمل دراسه؟ عندنا حامل شهاده عنده براءه اختراع، يعني شو تدري شو براءه اختراع؟ يقدر يعني يطور نفسه يفتح معامل. احنا كيميائي عندنا طلاب صنعوا 40 ماده، من صابون من زاهي من عطور اشكال المواد من مرهم من معجون اسنان، اطور نفسي اخليهم وزاره الصناعه والمعادن هي نفسها تطلع كتاب شكر وتقدير لهذول الطلاب ولهذا القسم قسم الكيمياء جامعه دياله، ليش ما فتح معامله وهاي الطاقات كلها تشتغل بيها؟ ليش؟ استثمار مو من الدوله ما تصرف كل شيء من جيبه، يجي يستثمر ويشتغل،
احسن ما داخل هالبضائع الرديئة للبلد، وهذا التضخم اللي يصير. حتى لو يعين، التعيين ما يسوي حل، هو صحيح يريد يعين، بس اللي يشوف المرض يرضى بسخونه. قام المليون ما يكفيك، يقومون المليون صار تضخم، بس تعيينات ماكو انتاج. الانسان العراقي صار مستهلك، عباره عن مستهلك، بس يعيش يومه، يقول لك عيش اليوم باكر الله كريم. كل الدول تشتغل بالصناعات، خاصة عنده صاحب بامريكا، قلت له اذا تريد تطول كم يوم تريد تلقى شغل؟ يقول يوم واحد القى شغل، كله قطاع خاص، مطبقين حتى الحلال والحرام. شغله على قد مجهوده، شغله على قد مجهوده. احنا بالعراق ما عندنا كل شيء، ما عندنا. شوف الشوارع، شوف المعامل كلها مسدوده، عالم عطاله بطاله، شوف الفساد الصاير، ما يقول شنو سببها؟ العطاله بطاله. كما هم معروفين معتصمين حملة الشهادات العليا، اليوم العاشر على التوالي نعتصم في ساحة التحرير، والآن هنا أمام مكتب الدكتور عادل عبد المهدي. مطلبنا الوحيد هو تعيين حملة الشهادات العليا. قبل من سنة 2016 وقبل 2016 نطالب التعيين ونطالب بدرجات وظيفية، وتوجد درجات وظيفية، وإلى الآن لا 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 لا, لا, لا توجد لنا وظائف شاغرة. لماذا هذا الظلم؟ باعتبار احنا ثروة من ثروات هذا البلد، يعني ليش بكل بلد يعتبر ثروة علمية، نخرج اجيال، يعني لو كان هذا ابن سياسي يعني هل يسمح له بالمبيت بالشارع، وخصوصا انه من درجات العليا، من شهادات العليا؟ هذا لا يجوز. هذا يعني مع الاسف يعني توصل بنا الحال، يعني بكل دول العالم هاي تعتبر طامه كبرى، هاي انه شهادات العليا يعتصمون بالشوارع ويفترشون الارضيه بجوار تكرم الحيوانات وما شابه ذلك. لذلك نحن نشدد ونظل هنا ونعتصم حتى لو بقينا في درجه حراره 70 او 80، مطلبنا وهو الوحيد وهو تعيين حملة الشهادات العليا. ولذلك نطالب عادل عبد المهدي، الدكتور عادل عبد المهدي، ونطالب ايضا الدكتور قصي سهيل وزير التعليم العالي بتعيين كافة حملة الشهادات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه، كوننا شريحة مهمة وفاعلة في بناء هذا المجتمع. لذلك لا حل امامنا سوى الاعتصام هنا لحد تنفيذ اخر مطلبنا. ماجستير ودكتوراه لورب حاول ما تنساه، 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 ماجستير ودكتوراه لورب حاول ما تنساه. نحن حملة الشهادات العليا صارنا 10 أيام معتصمين، ما لمسنا أي استجابة من رئاسة الوزراء ولا من وزارة التعليم العالي. فنحن مطلبنا تعيين حملة الشهادات، لأنه نحن حملة الشهادات العليا خدمنا الجامعات الحكومية والأهلية مجان بدون أي مقابل أو بأسعار زهيدة. يعني يومية حامل دكتوراه متجاوز 5000 دينار، شهر ما يحصل 60000 دينار، صدقني كراوي ما تكفي له يروح يرجع. فيعني يستهينون بقدراتنا، يستهينون بعقلياتنا، يستهينون بعلميتنا. فإحنا ما خلينا طريق ما سلكناه، وصدمنا يعني بحايط صد بأنه عدم استجابة لنا. فإحنا مجبرين بدينا بالاعتصام المفتوح، وما ننهي اعتصامنا إلى أن يسوونا صورة حل، لأنه تعبنا من هذه الوضعية. صار أقل واحد يعني متخرج 3 سنوات 4 سنوات حامل دكتوراه صار 7 سنوات مهمش ما إلى أي دور، يعني بدأ يزاوده بالابتدائية على العمالة، على يشتغل ويا سايق تاكسي، يشتغل ويا بسطة مال مخضر، يبيع دجاج بالسوق، وهو حامل شهادة ماجستير ولا دكتوراه. لعد أبو الابتدائية شو بقينا له من عمل إذا إحنا حمل الشهادات نزاودهم على مهنهم؟ وجاي نلاحظ ونشوف بمعيننا
ناس غير مؤهلين غير حامل شاهد في مكانات ومراكز حساسة. فإحنا نريد صورة حل، ما ننهي اعتصامنا إذا ما يوضعوننا صورة حل، ومطلبنا الوحيد ورئيسي تعيين حملة الشهادات العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حملة الشهادات العليا في العراق من الماجستير والدكتوراه، طبعا من الفئات او الفئات المهمشة في بلادنا. احنا هنا ما يقارب اليوم العاشر هو الاعتصام في ساحة التحرير، وتبقى مستمرة الى ان نحصل على حقوقنا بالكامل، وهي التعيين لهؤلاء الثلة التي ممكن ان يفتخر بها البلد. نعم، نرغب بالتعيين لكافة أصحاب الشهادات العليا. قدموا لنا أكثر من قانون وأكثر من مشروع، لكنه لم يطبق على أرض الواقع، مجرد أبر تخدير يفضون بها التظاهرات. لكن اليوم لا يوجد فضل هذا الموضوع، بل سنستمر ونزيد حتى نحقق المطالب. انهم قاموا ببعض يعني التجهيز ان بعض المطالب، لكنه وين رموها؟ رموها في ملعب الكليات الاهليه. ليست مجبره ان تعين هذه الاعداد، صح انها متفضله عينت بعض من حمله الشهادات العليا، لكن مو هي من واجبها انه احنا لازم نتعين تعيين حكومي، نشوف يعني كياننا، نقوم بتحقيق احلام اللي حلمناها من حصلنا على هذه الشهاده العليا. قابلنا ما يقارب اكثر من 100 نائب واكثر من 50 وزير، لكن دون جدوى، مجرد كلام، مجرد تسويف، مجرد تهميش لحملة الشهادات العليا. ما نعرف شنو سبب هذا التهميش. ليش؟ لأن احنا حاملين مو احنا اللي نخلي بلدك اسوة بباقي البلدان. كافي خراب للبلد، انت مهمش هاي الفئة. العلماء ممكن ان يصلح منها عالم يفيد بلدك. تقبل يا وزير سايق تاكسي الماجستير. احنا نطلب هذا حقنا، لو ما فسادتم كل عراقي عنده بيت وسياره وعايش عيشه بالشرف راح تكسر جبال الفساد. حملة الشهادات العليا في العراق أصبحت حالة مستحصية، ولم تجد كل الحكومات السابقة حل لهذه المشكلة. المشكلة بدأت تتثاقم منذ عام 2007، ولحد الآن لم توجد حلول ناجعة لهذه المشكلة. تم تشكيل منظمة حملة الشهادات العليا في عام 2014، وقاموا بعدة مظاهرات، منها مظاهرات تقريبا بحدود 10 مظاهرات أمام وزارة التعليم العالي، أكثر من 5 مظاهرات في هذه المنطقة، أكثر من 4 مظاهرات صارت في شارع المتنبي، لكن لم تكن هناك استجابة من قبل وزارة التعليم العالي. مجرد استجابات هي ترقيعية، بحيث تم تحقيق قانون 5% ولم ينفذ. الكثير من الوزارات لم تنفذ هذا القانون. تم تشريع قانون 15% ولم ينفذ. الكثير من الوزارات لم تنفذ هذا القانون، ولذلك أصبحت أعداد حملة الشهادات العليا في العراق جدا أعداد ضخمة، ولم تجد هناك حلول. مجرد الوزارة عندها مدخلات لكن ما عندها مخرجات، بحيث أنه سنويا تقبل بحدود 2000 إلى 2500 طالب دراسات عليا، بس ما عندها استعداد تعين من دول إلى 2500 100 شخص. زين، يا ترى يا وزارة التعليم العالي، لماذا هذه الأعداد الضخمة وأنتم ما عندكم حلول؟ أما أخلي الطالب أنه ما يقدم على الدراسات العليا، ولا أضيع يروح يشوف مستقبله يفتح له محل، يفتح له بسطيه، زين انتم تورطوه، ياخذ شهاده دكتوراه، شو يريد يشتغل بعد؟ وخاصه في الاختصاصات الانسانيه اصبحت الظاهره، يعني اصبحت مو ظاهره مستحصيه، يعني بحيث انه اصبحت اعدادهم بالالاف، ولم تجد هناك حلول. يا ترى اين الحلول؟ هل هي الحلول امام انظار وزير التعليم العالي، ام يم رئيس الوزراء، ام يم البرلمان؟ لم نعرف. اعضاء البرلمان يجون بس مجرد يقعدون ياخذون صور وان شاء الله نحلها وان شاء الله نشرع قانون، وماكو نتيجه. وزير التعليم العالي يقول انا ما عندي درجات. زين، رئاسه الوزراء احنا لحد الان هم يجينا وفد يفاوض وراح نحققها وراح نشكل لجنه وفق الضوابط، وعلى هاي النتيجه من 2014 لحد الان.
طبعا احنا نمثل حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل ماجستير ودكتوراه من كافة المحافظات العراقية. اعتصمنا اليوم، طبعا اعتصامنا مفتوح لمدة 23 يوم مستمر، واليوم تظاهرنا هنا امام مكتب رئيس الوزراء لحتى ينظر بقضيتنا اللي شبه اللي مهمشة او معدمة، وهاي اللي امامك معظمهم محاضرين بالجامعات العراقية الحكومية ومحاضرين بالجامعات الأهلية يعانون أقصى الصعوبات اللي تواجههم من حيث أنه أغلبهم بالمجان أو اللي يستلم فهي أجور كلش بخيصة ما توفي حتى أجور النقل. مع ذلك احنا خرجنا اليوم حتى نبين ان صوت، حتى نطالب حقنا اللي هو ابسط حقوق الحياة. اللي امامك شباب لحد الان ما بلشوا مستقبلهم، او تقدر تقول مستقبلهم مجهول، لا زواج لا تعيين لا بناء اسرة، ولحد الان ابسط حقوقهم اللي هو عانوا لمدة 20 سنة من الدراسة ومن التعب ما حصلوا، وهم حاليا يعانون انه لا يقدر يطلع يشتغل اي شغل بالشارع، فحاليا هو نايم بالبيت وينظر بلكه الحكومه تنظر بقضيتنا او اي حزب حتى لو كان فاسد. والله لحد الان ماكو جهات رسميه مضبوطه تجينا او تمثل الحكومه، وانما من هنا وهناك بعض النواب اللي اجوا وواعدوا واللي راح وما رجع اصلا بعد، واللي واعدوا ما حد ينظر بالقضيه. الشهادات العليا اليوم انه يوم 24 معتصمين بساحه التحرير نطالب بتعيين كافه حمله الشهادات العليا بالعراق، واحنا عددنا هو من شمال الجنوب العراق ما يتجاوز ال 4000 حامل شهاده عليا من جميع المحافظات معتصمين، وان شاء الله اليوم راح ننقل اعتصامنا لوزاره التعليم العالي. حمله الشهادات العليا تناشد العالم باكمله بايجاد وظائف تليق بنا، اذ احنا شباب معطلين عن العمل. نحن شباب معطلين عن العمل وما عدنا غير بس شهايدنا بهذا البلد، تشتغل قطاع خاص، هو وين القطاع الخاص بهذا البلد؟ لا يوجد قطاع خاص بهذا البلد سوى المواد الاستهلاكية، احنا وين نروح هسه؟ فاحنا نرجو من سيادة رئيس الوزراء بإيجاد حل لهاي المشكلة، لأن احنا معتصمين وجاسمين على هذا الأمر، ما عدنا خيار غير أبد، معتصمون حتى يلبون. احنا هنا متظاهرين صار لنا اليوم 24 متظاهرين امام مجلس رئاسه الوزراء وامام وزاره التعليم العالي. طبعا طلعوا لنا كلها اخبار كاذبه وتسويف، يردون يسوفون القضيه علينا. احنا ظهرنا قبل بساعه بال 2014 وبال 15 وبال 16 سوفوا القضيه قبل بساعه، بس هسه ما نرجع لا والعباس. زين بالله بشرفك بدي اسولف شغلتين، هو هذا بلد اللي يحكمونه لا عندهم شهايد لا كفاءات، وخلين كفاءات البلد نايمه بالشارع. زين السكارى يفترون حوالنا بيعمل الاعتصام هناك، يعني ما تدري شو تريد تحكي وشو تريد تقول لهم. اضافه لهذا يعني طلعنا احنا خرجنا مجموعه من حمله الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه حتى ناخذ حقنا بدينا، لان الحقوق تاخذ ولا تعطى. لفيف من حملة الشهادات العليا مقسمين إلى ثلاث فئات، فئة معطلين عن العمل قصرا، وفئة محاضرين، وفئة تحت وطأة الكليات الأهلية. جيد، المحاضرين محاضر يستلم 5000 دينار 5000 دينار بالساعة بالامتحان التقويمي مال الوزارة اللي عملته بامتحانات وزارية للمرحلة الرابعة. أحد المحاضرين طلع نسبة 100%، هاي مكافأته بأنه 5000 دينار. هل هو هذا مكافأة حامل الشهادة العليا؟ هل هو هذا مكافأة الإنسان المنتج؟ 100% يطلع نسبة يكافئونه بأنه 5000 دينار. طالب كان هو من المبدعين من الكفاءات، أوائل كمل ماجستير، بالماجستير طلع الأول، أنا الأول على القسم بجامعة البصرة،
على الماجستير وكافأ ب 5000 دينار؟ هي هذا العدالة؟ حامل شهادة عليا يعمل حامل يعني سايق ستوته، حامل شهادة عليا يعمل عامل ب 10000 دينار، حامل شهادة عليا يعمل الحيمتشي ب 5000 دينار عنده 3 أطفال؟ هاي التقسيمات حمل الشهادات العليا، هذا هو الظلم الجاي يتعرض لي. الأسبوع الثالث على التوالي ما زالت الاعتصامات مستمرة وما زلنا نطالب بأمر التعيين. مطالبنا بسيطة وواضحة وغير صعبة، نحن حملة الشهادات العليا لا تتجاوز أعدادنا 6000 أو 5000 حامل للشهادة العليا، نحتاج فقط أمر تعيين من قبل وزارة التعليم العالي. وها هنا اليوم الاعتصامات على الأسبوع الثالث على التوالي مستمرة وإن شاء الله مستمرين لغاية تحقيق مطالبنا. إلى حد الآن ما قابلنا أي جهة رسمية أو جهة معنية ما عدا بعض النواب. نحن باقين مستمرين في اعتصاماتنا في مظاهراتنا إذا لم تنفذ مطالبنا، ولن نتحرك من هذا المكان أو من وزارة التعليم العالي أو من ساحة التحرير لحين تنفيذ مطالبنا إن شاء الله. امام الامان العام مجلس الوزراء ووزاره التعليم العالي، مطلبنا واضح وصريح هو تعيين حمل الشهادات العليا كافه وتخصيص درجات وظيفيه لهم. طبعا ما تعرفون انتم معاناه استمرت لسنوات طويله من اجل تعيين هذه اصحاب الكفاءات، لكن الدورات السابقه عملت على تهميش هذه الطبقات ولم تتبنى موضوع حمل الشهادات وتعيينهم. اما بخصوص اليوم انتم كما تشاهدون اليوم اعداد عديده انه من محافظات مختلفه اتت الى المشاركه في الاعتصام من اجل المطالبه بحقوقنا، فيعني ما عندنا اي حقوق اي مطلب ثاني غير هو تعيين حمل الشهادات العليا كافه، اي مطلب اخر ما عندنا. لحد الان لم يصدر اي تصريح من وزاره التعليم العالي، فقط في ساحه التحرير العديد من النواب اتوا الينا وفقط كلام ووعود، لكن اي شيء رسمي لم يصدر لغايه الان. مثل ما تعرفون الأمانة العامة مجلس الوزراء اليوم أصدرت يعني بيان أنه تبنى مقترح أنه هو قضية أنه معالجة الأزمة أو نظر مطالبنا، لكن هذه كلها كلام وإحنا لم نكتفي بهذا الكلام، فقط نحن مستمرون لحين ورود أوامرنا الإدارية، لم نكتفي بهذا الأمر فقط، لكن لدينا عديد من النشاطات إن شاء الله سنعلن عنها فيما بعد إن شاء الله. دبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، طلعنا مطلب واحد هو تعيين جميع حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه ودبلوم عالي بغض النظر عن الأعذار اللي يقدموها دائما. احنا كل احنا عددنا ما يتجاوز 6000 حامل شهادة عليا، هل من المعقول الحكومة ما تقدر تسوينا حل لهاي 6000؟ هواي اكو حلول، لكن هم مثل ما يقولون منطين الاذن يعني ما جاي يستمعون اصلا لمطالبنا. هذا شيء، شيء اخر هم اللي سببوا بهاي البطاله، قبولهم الهوايه لحامله الشهادات عفوا للمتقدمين، يعني هو بالسنه يخرج كذا حامل شهاده عليا على النفقه الخاصه في سبيل انه ياخذ اجور من عندهم. سابقا كان اكو يعني هيبه لحامل الشهاده العليا، يعني كنا احنا بس الثلاثه الاوائل ونستقتل عليها، هسه كل من هب ودب ياخذ شهاده عليا. بالنسبه لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، انا شنو ذول انطيهم شهاده عليا؟ انطيهم قطعه ارض اوكي، انطيهم راتب اوكي، بس ما انطيهم شهاده عليا. حامل الشهاده العليا هو قائد، لربما باشر عقبه يصير رئيس وزراء، لربما باشر عقبه يصير محافظ، هو قائد. عموما بغض النظر عن كل هاي التفاصيل، احنا مطلبنا واحد وصريح، تعيين حملة الشهادات العليا. طيب قابلت جهات رسميه جهات خاطب
نعم خاطبنا كل الجهات الرسمية، طلعنا مظاهرات واعتصامات، قابلنا رحنا مجلس الوزراء، رحنا أعضاء مجلس المحافظة، أعضاء مجلس النواب، ما حد كلها تسويف، ياخذون الطلب من عندنا ندير وجهنا يذبوا عفوا بالنفايات. فكان مطلب يعني الحل الوحيد انه احنا نعتصم. نعم اعتصام حملات الشهادات العليا ليس مزحة أو نكتة، وإنما هو خطر يهدد الدولة وخطر يهدد هذه الشريحة. يعني تهميش كفاءات العراق معناه تهميش العراق. فإحنا المعتصمين الناشد السيد السيستاني والسيد مقتدى صدر وبقية المراجع الناشدهم الوقوف في صفنا، لأنه تهميش هذه الشريحة معناه تهميش واجهة العراق، تهميش العراق. و4000 درجة وظيفية ليست يعني بالكثير على الدولة. أيضا المالية موجودة والموازنة موجودة ولكن تذهب سرقات وهدر. وأيضا على الدولة مراجعة نفسها، لأنه المشروع الأمريكي لا زال لحد الآن قائم، اللي هو مشروع الطائفية، مشروع الأحزاب، مشروع المحاصصة لا زال لحد الآن قائم. وإذا كانت البذرة أمريكية فلماذا الزرع عراقي ولماذا الحصاد عراقي؟ اليوم مطلبنا واحد هو تعيين حملة الشهادات العليا. صار 24 يوم معتصمين في ساحة التحرير، واليوم راح ننقل اعتصامنا الى وزارة التعليم العالي. فاحنا مطلبنا واحد هو التعيين، ان عدم تعيين حملة الشهادات العليا هذه اهانة واضحة الى المؤسسات التعليمية كافة، ولها مردود سلبي على جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية، من المراحل الابتدائية الى المرحلة الجامعية. يعني الطالب بالمدرسة تقول له تعال اقرا، يقول لك انا ليش اقرا اذا انت دكتوراه ما متعين. حتى طلاب بالمدارس المتوسطة بالإعدادية بالجامعات قاموا يتركون الدراسة، يقول روح أنا أدور شغل أحصل شغلة تفيدني، لأن باكر عقبة أنا أجي أشوفكم شهادات ما متعينين. وإحنا ناشدنا المسؤولين وناشدنا وزير التعليم وناشدنا رئيس الوزراء أكثر من مرة، وقلنا إحنا من كليات مختلفة واختصاصات مختلفة، فإذا يوزعوننا على الوزارات فبسهولة نتعين، لأن إحنا عددنا قليل. فأنا أوجه رسالة إلى وزير التعليم العالي وإلى رئيس الوزراء، أدعوكم إلى الاستجابة إلى مطلبنا وهو التعيين الفوري لحملة الشهادات العليا، وإلا فسنبقى لكم مشكلة سلمية كبيرة لا تحل إلا بالتعيين. نناشد الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي بإرجاع حقنا المسلوب. إحنا حملة الشهادات عليا، حملة رسالة نطالب حقنا، أبسط حقوقنا هو التعيين المركزي لجميع حملة الشهادات العليا، أسوة ببقية أقراننا يعني ذوي المهن الطبية وغيرهم. إحنا لا نبخس حق أحد، يعني الكل لها حق بالتعيين، ولكن إحنا يعني شريحة مظلومة حقيقة. يعني على مدى تعاقب الحكومات حقنا بقى مسلوب، لم ترجع أي حكومة حقنا المسلوب. نحن نطالب بتعيين جميع حملة الشهادات العليا، ماجستير ودكتورة. هذه الشباب خرجت اليوم كما في كل أسبوع، وإخواننا أيضا معتصمين في ساحة التحرير اليوم الرابع والعشرين على التوالي. كلنا نطالب بحقنا وهو التعيين المركزي لجميع حملة الشهادات العليا. حملة الشهادات العليا نطالب بتعيين كافة حملة الشهادات العليا. طبعا احنا خرجنا هذا اليوم، يعني 24 يوم صار لنا بساحة التحرير، كل يوم ثلاثاء احنا يم رئاسة الوزراء ويم وزارة التعليم العالي، وإضافة إلى مبيتنا بساحة التحرير. طبعا كل الأخوة والأخوات جايين من كل المحافظات، مطلبهم واحد هو تعيين حملة الشهادات العليا. طبعا بالمناسبة الجامعات
تستوعب هذا العدد، وهو عدد ليس يعني كبير. فاحنا نرجو من كل مسؤول، من كل شخص يحب وطنه، من كل شريف وغيور ان يشوف اخوانه، يشوف هاي الاعداد الهائله، شهادات ماجستير ودكتورات. تعرفون تعب السنين يعني مو قليل، الماجستير سنتين مرات ثلاثه، والدكتورات ثلاثه الى اربعه ومرات خمسه، عدد يعني وقت كلش اخذ من عندنا. فاحنا نرجو من كل من كل شخص بوزارة التعليم العالي، من وزارة، من رئاسة الوزراء، أن ينظر بقضيتنا. حملة شهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وهذه طبقة مهمشة. من عام 2007 كان التعيين مركزي، وبوقت الوزير علي الأديب اللغة التعيين المركزي، وبقت هذه الأعداد هائلة لأنه كثرة عدد الدراسات، طلبة الدراسات في العراق أو في خارج العراق، وبقت هذه الطبقة مهمشة. فإحنا خرجنا باعتصام، والاعتصام هذا مفتوح، أنه كان يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، إحنا هذا الاعتصام مفتوح لإنصاف هذه الشريحة المهمشة، تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه. واحنا اخذنا وعد انه لا نفك هذا الاعتصام ابدا الا لحد تحقيق المطالب وانصاف هذه الشريحه المظلومه منذ اعوام. وهذا الاعتصام خرج في البدايه كان يعني عدد قليل، الان جاي انت تشوف الحضور قدامك، تجد الحضور وجاي نزيد. يعني هذا الاعتصام راح لا نمل ولا نكل، ان هذا الاعتصام مفتوح وباقي، وحتى لو يطول سنة أو سنتين إحنا اعتصامنا مفتوح إلى أن الحد انصاف هذه الشريحة المهمشة. الرحمن الرحيم. خرج حمل الشهادات العليا باعتصام مفتوح منذ 24 يوما، وهم يطالبون بتعيينهم على ملاك كافة الوزارات. حقيقة اليوم هي الوقفة الرابعة أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي وقفة تبعث رسالة إلى الحكومة العراقية بأننا غير يعني بأننا جادون في عملنا وساعين إلى تحقيق مطلبنا، ولا تراجع ولا حل الاعتصام. مطلبنا واضح وصريح، قلناها عدة مرات، نحن نطالب بتعيين حمل الشهادات العليا كافة. اليوم وقف هؤلاء المحتجون في وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة يوم الثلاثاء، على اعتبار أن هذا اليوم هو اجتماع لمجلس الوزراء كورقة ضغط لجعل الحكومة أن تناقش موضوعنا داخل مجلس الوزراء. ولذلك نطالب من الوزراء المعنيين بالأمر ووزارة المالية ووزارة التخطيط بوضع حلول ناجعة لتخليص هذه الشريحة من الظلم والجور الذي حل بها. نحن في بداية الأمر أول ما خرجنا هنا، خرج لنا مدير مكتب أو سكرتير مكتب رئيس الوزراء وسلمناه مطلب حمل الشهادات العليا، إلا أننا لم نتلقى أي رد رسمي إلى الآن. قمنا بوقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ربما يكون هناك بعض الحلول تلوح في الأفق، لكنها حلول يبدو لي أنها حلول ترقية ولا ترتقي إلى المطلب الرئيسي. اعتصامنا مفتوح في حال إن لم تنفذ مطالب المعتصمين، وسوف نبدأ بحملة تصعيد، يعني منها أننا سنقيم دعوة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعدم تطبيق القوانين، وأيضا سوف نناشد منظمة اليونسكو المعنية بالتعليم في العالم في الأمم المتحدة، نناشدها بحال حمل الشهادات العليا في العراق. اليوم نبقى نصور، اليوم
مطالبنا طبعا التعيين، هذا مطلبنا الرئيسي والأساسي لكل المعتصمين. احنا حملة الشهادات العليا كفاءات البلد، يعني اذا كفاءات البلد ما تشتغل قل لي، يعني احنا هسه ترى مو بس يعني التعليم العالي، عندنا هندسه، عندنا زراعه، عندنا صناعه، كل اطياف الشعب العراقي، يعني هسه هاي النخبه ما الشعب العراقي الكفاءات، اذا ابو الزراعه ما يزرع، اذا ابو الصناعه ما يصنع، شلون ينهض العراق؟ شلون ينهض العراق؟ قل لي. احنا نطالب مو بس بتعيينه، نطالب ان نخدم العراق، ان نرفع العراق، يعني احنا كفاءة لازم يصير العراق كفو. والله لحد هسه يعني رد شافي ماكو رد شافي. ما يعني احنا ناشدنا رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، الوزارات كافة، لان احنا ما مو بس وزير التعليم العالي المسؤول عن مشكلتنا، كل الوزارات كافة تتكاثف لحل هذه المشكلة. نبقى معتصمين، نبقى نبات بالشارع، والله العظيم بالشمس وبالحر وبالبرد نبقى معتصمين إلى أن نأخذ مطالبنا، واعتصام سلمي 100%، سلمية سلمية سلمية. معتصمون حتى يلقون، معتصمون معتصمون حتى يلقون، معتصمون معتصمون حتى يلقون، احنا تعبنا وضحينا بسبيل انه نحصل على الشهادة العليا، قضينا عمرنا ندرس، احنا اكثر من 25 سنة ندرس حتى بالاخير شنو، حتى نحصل على وظيفة تكرمنا وتكرم عوائلنا. بالاخير تواجهنا انه معطلين عن العمل، قاعدين لا شغل ولا عمل. البارحة ينزل قرار عدنان الاسدي يقول انه الشهادات المزورة لازم يرجعون للمكاناتهم اللي شاغليها بالحكومة، وعايفين الكفاءات انهم مستغلين هاي الثوره، هم دا يحاربون البلد بالكفاءات لان شنو؟ حتى يريدون البلد يفشل. منذ سنوات طوال وهذه الشريحه هم يعتصمون ويتظاهرون، وفي الشتاء والصيف وفي البرد والحر، ومطلبهم واضح، والحكومة كانت وما زالت تصدر قرارات تسويفية كلها وعود، ويتخذون إجراءات ترقيعية لا ترقى إلى حل هذه المشكلة. مطلبنا الوحيد هو تعيين حملة الشهادات العليا أسوة بباقي الأوامر التي أصدروها بحق الكليات والجامعات الأهلية من التقنيات، مبارك عليهم، هم أخوتنا، ونحن نريد لكل أبناء الشعب العراقي الخير، ولكن نحن أولى من غيرنا بهذا القرار. وليكن للعلم عند الجميع أن أصحاب هذه الجامعات هم متنفذين وبالسلطة ويعتبرون من أصحاب القرار، وكلهم كل يعلم من يملك هذه الجامعات.